السلام عليكم ومرحبا بكم في التوك شو تفاعلي زين تان جينيراسيون العشرة، برنامج اللي كيهضر على الويب واللي الويب كيهضر عليه. اليوم في هاد العناوين ديال هاد الحلقة معنا الموضوع ديال المواجهة، يكون واش مشروع قانون الصحافة والنشر كيضمن حرية التعبير. ضيف ديالنا يكون هو الفنان بلاك جاكوار محمد مازوزي. في ويبوميتر مع سناء غادي نهضروا على موروكو ساينس اورز. ضيف آخر الحلقة يكون مهندس بودكاستور ديفلوبور وموسيقي، بالإضافة إلى آخر بودكاستات اللي مازال ما خرجاش. إذن خليكم معنا. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد ديال زينتان جينيراسيون العشرة. في الجزء الأول كنقصوا المبارزة ديال الأفكار، ماتش ديال الآراء وحوار مع الضيف الفنان ديالنا. أما الجزء الثاني كل ما هو ويب جديد الويب، وكنتعرفوا على ضيف يكون معنا مفاجأة. معنا فريق الحلقة، فريق البرنامج، العنصر النسوي والجنس اللطيف، سناء فاضل. مساء الخير عليك أسامة، مساء الخير على المشاهدين ديالنا. اليوم عندي لكم هاشتاغ جديد وويب ومتخ جديد. الهاشتاغ بالطبع يكون حول موضوع الحلقة، وكنبغي دائما نشكر كل واحد اللي كيشارك معنا بالآراء ديالو، كيبغي يتقاسم معنا في هاد الفقرة، فقرة الهاشتاغ. أما الويب ومتخ اليوم يكون على واحد المسابقة مغربية خاصة بالعلم وبالأبحاث المغربية. اليوم نهضر لكم على جوائز المغرب العلمي. من بعد الجنس اللطيف معنا الجنس الخشن نورس، مرحبا بك. كي داير على الشير بخير؟ احوال طيبه. اش كتعاود اليوم؟ هاد السيمانه في الباج ديالي كلشي تيشكر ليا سناء، كلشي تيقول لي راه هذيك البوغوصه اللي معاكم في البرنامج تبارك الله متالقه. وانا هو يقول لي راه توقل طريقه الالقاء، الهاشتاج طريقه الالقاء اللي فيها السر. فاسر. السلام عليكم، معكم اليوم برنامج جنتين. الاشتاق اللي نديرو اليوم هو حول حوادث السير. مرحبا بك نورس. قلدين شويه، قلدين قلدين نورس. ما نعرفش. يلا نقدموا الضيوف ديالنا. نقدموا الضيوف ديالنا اللي كل واحد فيهم جا من دينا. امين من واتزم، مرحبا بك. اهلا وسهلا، مساء الخير. شكون هو امين؟ امين سعيد من مواليد مدينه واتزم، سن 28 سنه، حاليا باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسيه، وأركز جل اهتماماتي على المجال العلمي في المجال السياسي، المشاركة السياسية، الديمقراطية، حقوق الإنسان إلى آخره. مرحبا بك أمين سعيد. الخصم ديالك ديباتور الثاني يكون هو أنس بوكطايا، مرحبا بك، عرفنا بنفسك. مرحبا أسامة، أنس بوكطايا ناشر رقمي وفي نفس الوقت صحفي ومدون. تبارك الله عليك، غادي نسمعوا الرأي ديالك في الموضوع ديال قانون الصحافة من دابا شوية. والمنافسة غابت لي، غتكون اليوم قوية في البلاطو في المناظرة. ونرحبوا بالضيف ديالنا اللي عنده واحد الستيل متميز وشخصية متميزة، ياك أسامة؟ بطبيعة الحال نعيطوا تو دو سويت على الضيف ديالنا الفنان متعدد المواهب صاحب ألبوم ليا مصبر بلاك جاكوار. مرحبا بك بلاك جاكوار محمد مازوزي، الاسم ديالك. اول حاجه مرحبا بك في جنتين، منين جاك هذا اللقب ديال جاكوار او بلاك جاكوار؟ بلاك جاكوار انا كبرت لقيتها كبرى معايا من الطفوله، قبل من الموسيقى، قبل من الفن، قبل من اي حاجه. دونك الدراري تتخرج الحومه تتكون تلعب، اي واحد راه ضروري ما تتزقلش من اللقب. دونك انا جات الزهري جا فيه جاكوار، فهمتيني؟ كانت ديك الساعه راه شي حاجه كيفرقوا يزمون الالقاب ديك الساعات، وانت جات فيك بلاك جاكوار. الالبوم ديالك هو ليام والصبر، فيه 8 ديال المصوان. شحال خذا لك ديال الوقت؟ تقريبا شي عام وانا خدام فيه. دونك ليام والصبر فهمتيني، ضربت ايام باش نخدم، حيت منين قلبت لو سيد كان خصني شي شويه نعطي شويه الوقت باش ما ندير شي حاجه اللي ندم عليها من بعد. محمد مازوزي الاسم ديال البرنامج هو جينيراسيون تان، جينيراسيون العشرة. الا سولتك مثلا شنو هو التعريف ديالك لهاد جينيراسيون العشرة؟ العشرة او العشرة تان العشرة. العشرة 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 هي 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 بالنسبه لي انا، هي ما تضرش عشيرك. كل واحد يحضي راسه انه يحاول يضر عشيره. هذه العشرة. هذه العشرة. حنا معاشرين مع بعضياتنا. والعشرة والعشرة هي ملي تسمع العشرة اول حاجة تفكر فيها هي المفضل او المتميز. دونك العشرة العشرة عند المغاربة كاملين او في العالم تتقول بان راه هو العشرة، راه هو الافضل بحال قلتي الاول. تبارك الله عليك.
حنا من بين ليسلاميغ المفضلين ديال الحقل السمعي البصري معنا النورس، ووجد لك شي كلمات ما شاء الله ينالوا الاعجاب ديالك. اول حاجه تنشكرك على الحضور، ثاني حاجه انا راه فان ديالك، فان كبير، كنت صنتوا المرسوات بغينا الماني وداك الشيء بغينا الماني، كل شيء بغى الماني حق الله. اللي داز دابا شويه عطانا واحد الانرجي بوزيتيف الاول نهار ولي حيت ملي تحاول توصل الحوايج الزوينين للناس وتيكونوا خارجين من القلب توصلوا لهم وتتعطيهم العكس ديال داك الشيء اللي تتشوف، باش حيت كاين تقلبوا الحلول وصافي، باش الحلول ما نبقاوش نبكيو ونشكيو. الحاجه اللي نقول لك راه اول دابا انا هذه واحد العامين وثلاث سنين ما ربيت، واليوم في هذه الحلقه زعما بغيت ندير شي حاجه سبيسيال، نمشي على الريتم ونديروا شي حاجه راب ماشي سلام حصريا والى اخره. ايوا الحمد لله ملي جات فيا انا الدراري تلقوا لنا الموسيقى، تلقوا لنا الدراري يا يا 1982 ولد الدار البيضاء، اسم سيمو المعزوزي، اسمر البشرة، ما بغاش الحرام ولا يبراك بانكا، بغى الفن في بلادي وغادي درجة درجة. 1997 بدا الكتابة، يمات كنا نلعبو في البيارد جود مصطفى، ولكن الفري بدا في 2003 من مور لي زاتونتا ديال كازا بلانكا. 2004 كان عندك اول البوم الساط، 2007 وليتي مع جروب تو بلاك، من بعد الالبوم الاول انا هو في 2011، واخيرا سيجن هاري ديز في 2012. بغينا الماني بغينا لامبرغيني، انت يا ارتيست ديبوندون ما بغيش تسيني، وراك ديما زازلوس ديما متيري، البومك جديد ليا مصبر بيكاب عشيري. انا زعما جيت عليه بالنسبه ديال ارتيست اندبوندون، ما بغيتش يسيني، ديال لي لابيل في السك محركش انت مع بلاك جاكوار. معلوم معلوم ضروري منين عندك بليزير انك تسمع حوايج بحال هادو وانت تحس بهم وعارف شنو كاين، دونك ما غاديش نجاملو ما غاديش نتصنع. انا انسان داكشي اللي فيا اللي تيبان عليا هو اللي كاين، دونك تصفيقات حاره عاوتاني على تصفيقات حاره كاع المعلومات صحيحه. المعلومات صحيحه. سمعت بيار ما بيار؟ انا يفكرني منين قال بيار فكرني حيت انا في شارع ابطال في اكدال في الحي فين كنت، كانت واحد البيار سميتو لابولدور، فهمتي؟ وهذاك البيار فين 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 كنا حنا تنجمعوا في الحي ديك الساعه، كنت تما فين كنت تنغني للدراري باش يعطوك ديك الثقه بانك راه مزيان هذا الشيء اللي تدير، حيت تيبداو لي فان من المقربين وداك التحفيز وداك الشيء زوين وتيخليك انك تفكر تخرج داك الشيء، حيت بعض المرات تكون ديك الحشمه تقول لك بنادم غني ولا كذا تقول لي لا راه قدام حنا في الحومه واخا مع البراني لا، ولكن كل نهار كان تيكبر البيبليك تما وتتزعم انك تقول بانني راه تندير. انت بديتي بالراب، دابا عندك ستيل فريد من نوعه ستيل ديالك انت، ستيل بلاك جاكوار. نحاولوا واحد القضيه، واخا حبستي الراب وتا عزيز علينا في البرنامج نجربوا شي لعيبات اللي ما كانوش بروغرامي حتى لا ريجيم ما فراساش، واش دابا الى عود طلقنا لك الانسترو تقدر ترابي لينا شي حاجه؟ ممكن تصفيق على بلاك جاكوار. اي الكلاس هذا ما كانش موجود، هذا الشيء ما كان زينتين زينتين. نسولوا لا ريجي اذا ممكن يطلقوا الانسترو الدراري. اوكي يلا بسم الله، وجد الفلو ديالك. بلا تصاحب باش يسمع الانسترو مزيان. جابني الريح اللي محرك الرايه، عاشق هاد البلاد واخا كحت ربي معايا، سولوني قالوا لي شكون نتايا، زعما منين خرجتي واش باغي دير معايا، بغينا فلوس بغينا نديرو بينكا، بغينا نسوقو حديد كيما الناس والسايقة، الكونت في البنكة ونعيش عيشة فيكا، نتحدى أي واحد ما باغيش يولي هكا، ندير الدار ما خلصهاش للشهر، والصيف ندوزو في فيلا تكون طالعة للبحر، ندير لك فلوس ونصدق على المسكين، ما تكونش كرشي كبيرة زعما غادي نديرها زوين، تكبر الخلصة وخاتب بالسياسة، حيت ما عمر الفرصة تعطي دمدومة بلاصة، الناس متيسة أدمغة كان فير سارة، قلنا بغينا فلوس ما بغيناش طريقكم فلسة. توتال امبروفيزاسيون، ما كناش موجدينها معاك كتكونفيرمي. لا لا هادشي باين الحمد لله. دابا نوب سناء فاضل مال سناء
رابيلي نسانتي بلاك جاكوار جوستومون انا شفت واحد لا فيديو ديالك ديال واحد الدراري كيهضروا عليك انك بديتي الراب في 97 1997 من 1997 ل 2016 شنو تبدل من غير ان الشعر ما بقاش تبدلوا بزاف الحوايج هو انني انا كان خصني نقتنع حيت كنت تندير الراب وكنت تندير الموسيقى ولكن تنديرهم بيني وبين راسي الناس ما تعرفوش وما كنتش نشوف بعيد كنت نشوف حياتي عاديه بحال اي واحد ولكن داكشي مع المده تبدل حيت داكشي اللي عطاني الله هو اللي خلاني انني نخدم عليه دونك تقول حرام ان هذا الشيء يضيع مع ان هذا التفكير اللي تنعيش به دابا اللي هو ايجابي كان من بكري ما تغيرش مع الوقت مع انني حياتي كانوا فيها ايجابيات وسلبيات ولكن كنت تنزل ايجابي تنشوفها زوينه تنشوفها ضاويه فهمتي باش يمكن بنادم يستمر ملي قلت انني خصني نكون كاين الحمد لله واخا داك الشيء معكل فهمتيني تيجيو واحد الحواجز اللي تيطرا ولكن الحمد لله كنت وصلت معطل وانت حبستي الراب حيت بغيتي تبعد من الكلاش لا ماشي ما عمري كلاشيت اول حاجه ما عمري كلاشيت ما عنديش عديان في الدومين ما معادي مع حتى شي واحد وما ما تنكريتيكي حتى شي واحد ما تنقولش هذا خايب وهذا زوين وهذا من الاول انايا تنخدم خدمتي وتنعتبر اي واحد تيدمر على شي حاجه وتيحاول يديرها تنعتبر بانه هو فنان على المسائل السلبيه اللي كيقدر يلقاها الارتيست في الحياه ديالو ولا في المسيره ديالو شنو هما المشاكل اللي لقيتي ولا الصعوبات اللي لقيتي في المسيره ديالك هما صعوبات راه بزاف خصهم حلقه بوحدهم غير هو باش توصل للبيبليك هي اصعب حاجه حيت اول اخر حاجه يقدر ترى يقول لك بنادم انت عندك هادشي ولكن ما تعرفوكش حنا ما تعرفوكش حنا ما سمعناش بك هادشي علاش ما كانش تيبان فين كنتي انت دونك باش توصل من لهنا لهنا كاين بزاف د الحوايج يقدر يكون المشكل منك انت ما عرفتيش كيفاش توزع داكشي ديالك ويوصل للناس ويقدر يكون المشكل ديال الناس اللي غادي يدوزوا داكشي يوصلوا للناس اخرين كاين بزاف د المشاكل ولكن حاليا مع المواقع الاجتماعيه مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت واش ولات يعني كيسهلوا هذا الشيء ان الارتيست غيا يخرج الالبوم ديالو للبوبليك ولا العكس لا كاين بزربه تتشهر بزربه ابسط حاجه يمكن لها تشارك ولكن داك الشيء اللي تيتعطاك واش تستاهلو ولا ما تستاهلوش واش كاين استمراريه واش انت جدي في هذا الشيء اللي عطيتينا دابا واش غتبقى تعطي لينا ديما ولا جيتي انت واحد الوقيته وبغيتي سميتو وغادي تمشي بحالاتك وغادي تمشي تسول امين سعيد واش كنتي كتعرف بلاك جاكوار ولا عاد كتكتشفو اليوم صدفه بلاك جاكوار انا كنت دوز معاه واحد المده في الحي الجامعي يا سلام انا فاش كنت طالب في الايام ديالي ديال تلك الاجازه هو كان في الجناح اه وانا كنت في الجناح دي ولكن لا انا كنت شتو كان عندي واحد الصديق ديالي تحيه ليه كنت ما تنتفارقش انا وياه وكنا في الحي وكانت طرات واحد كان طرا واحد المشكل اللي خلانا اننا نتذكروا ديك لابيريود بلا ما نهضروا على المشكل ولكن المهم كان طرا وقلت لي واش نفس الوقت قال لي في نفس الوقت انايا كنت حيت انا ملي شفتو قلت بان هذا السيد هذا راه فايت شايفو ماشي اول مره غادي نتلاقى به وكانت صدفه مزيانه ما ان في اما في الفيلم شو قلت كعرفو وي تقريبا بحال هكا الا كنتو كتعرفو بلاك جاكوار ولا ما كتعرفوش غادي نتفرجوا في واحد المقطع من فيديو كليب ديالك اللي سميتو كيما بغات واش كيما بغات ولا كيما بغيت غادي كون شفنا بعيد وحلمنا كون حب دايم واش كيما بغات ولا كيما بغيت غادي كون شفنا بعيد وحلمنا كون حب دايم واش كيما بغات ولا كيما بغيت غادي كون شفنا بعيد وحلمنا كون حب دايم واش كيما بغات ولا كيما بغيت غادي كون شفنا بعيد وحلمنا كون حب دايم أرجعنا كيف
بغيت تقول شي لعيبه. بغيت نقول لواحد اللعيبه راه في اخبار الجميع، ديرني باكور ديالك نبقى سيرسان، نبقى غير نبقى معاك هذا غير باكي اخويا. واش باكور قول فسر للجمهور شنو دابا كل ارتيست عنده واحد تيعاونو سيرسان باش ما تبانش سنخاويه وردد معاه. بغينا نعرفوا واش هذاك اللي تيكون معاك واش تيبقى في الظل، ولا علاش لي زارتيست ما تيعاونوش هذوك اللي تيكونوا معاهم بحال في الكوره ديالك؟ انا برافو عليك. وي انا باش 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 نلخص لك هذه القضيه هذه قبل في الراب، حيت دابا كاين فرق في الراب. كان معايا كان كل مره تتلقى معايا واحد الباكور، علاش؟ حيت هو تتلقى ظروفه ماشي بحال لارتيست وماشي بحال رابور. يقدر يكون رابور مثالي في ذاك الوقت اللي غادي يطلع لاسين ولا في ذاك الفيستيفال وكذا، الاخر يكون عنده ما يدار، فهمتي؟ اذا تتلقى واحد البديل، ما تيكونش معاك ديما هو نيت، انما تيكون معاك اقرب واحد ليك واقرب واحد يقدر يكون حافظ لي بارول وما غاديش يدير لك مشكل في لاسين وما تلقاش معاه واحد المشكل. اذا انا ما عنديش المشكل انه يكون هذاك السيد انا هاني السير صافي. علاش كتدبر على بريفو من زيلاين تايم ما بغيت علاقتك مع الصحافه بلاك جاكوار؟ علاقتي علاقه ديال من الله ديال 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 ما ديال ديال انت فهمتيني قبل ما ندوي قبل ما ندوي بيس. إلا كانت لا ما تنشكاش منهم وهما يمكن ما تيديروش بالهم معايا باش يتشكاو مني، وما انا ما تنقول شي حاجه اللي غادي نتشكى منهم. داكشي كما هو غير انا بيني وبينهم الخير والاحسان حاليا. وسولك اسامه هذا السؤال لان اليوم الموضوع ديال الفقره او ديال المناظره غادي يكون هو مشروع قانون الصحافه. واش في نظركم هذا مشروع قانون الصحافه كيضمن حريه التعبير؟ بالطبع عرفنا بان هذا المشروع ثار واحد الجدل واحد النقاش كبير في الوسط المهني وحتى في الراي العام. ومن بين المستجدات اللي جاء بها هذا المشروع القانون كاين الغاء العقوبات الحبسيه من قانون الصحافه والنشر وتعويضها بغرامات ماليه وعقوبات بديله، الاعتراف القانوني بحريه الصحافه الرقميه وارساء الحمايه القضائيه لسريه المصادر، ضمان الحق في الحصول على المعلومه ومستجدات اخرى بالطبع. واليوم كنطرحوا لكم هذا السؤال انتم اللي تعبروا على الراي ديالكم، حنا كنسمعوا وكنقراوا البعض من الاراء اللي شاركتوها معنا عبر المواقع الاجتماعيه. يونس رقي كيقول يجب توسيع مساحه الحريه الصحافه للصحافه المغربيه. يونس وكنحييو بزاف يونس رقيق اللي كل موضوع طرحناه في جنتين بوان ايما كيعبر على الراي ديالو وكيسجل فيديو بوستيها. دونك محرك معنا ان شاء الله نلقاو الموضوع المناسب ليه وتا هو يعاوننا باش يكون حاضر معنا. مرحبا به وكنشكروه بزاف من هذا المنبر. شكرا ليونس رقيق وشكرا للناس كاملين اللي خلاو لينا لي كومونتير ديالهم. كاين اسماعيل الشرقاوي اللي كيقول اعتقد ان حريه الصحافه هي متاحه في المغرب والدليل هو حريه التعبير لدى بعض المواقع والمجلات الالكترونيه الاخباريه. امين بهيجه كيقول قبل التحدث في المطالبه بالحقوق وجب معرفه الواجبات واخلاقيات المهنه. اما الاشتاق اللي داير حول هذا الموضوع هو اشتاق حريه الصحافه. كنشكروا بزاف نوره سترجع في اخر الحلقه كالعاده، وغادي نطلب من انس وامين يوجدوا راسهم لانه غادي نبداو المناظره من بعد هذا الزابينغ. معنا الاستاذه ليلى نعيم كالعاده من اجل نصائح جديده وتقييم المناظره ديال اليوم. مرحبا بك استاذه وحظ سعيد للمهمه ديال اليوم. والله الا اليوم قولي لي حظ سعيد حيت هذا السوجي ديال المناظره اليوم شويه صعيب. شكرا سناء، شكرا اسامه الاستضافه ديالكم. مرحبا بك استاذه ليلى نعيم، غادي نسمعوا التحليل ديالك من بعد المناظره اللي نبداوها دابا. نيت الموضوع المطروح في هذه القضيه في هذه الحلقه هو واش مشروع قانون الصحافه والنشر كيضمن حريه التعبير ولا لا. كل واحد وجد لي زارغومون ديالو الامثله والحجج والطريقه ديالو. غادي نبداو دابا قانون ديال المناظره هو 30 ثانيه 30 ثانيه كمقدمه، من بعد جوج دقائق جوج دقائق للعرض و30 ثانيه 30 ثانيه هي الخاتمه. نبداو من لمن مع امين السعيد الا كنتي مستعد الا كنتم مستعدين. نبداو دابا 3 2 1. اولا مشروع قانون الصحافه والنشر يستجيب لحريه التعبير على اعتبار ان هذا المشروع هو ثمره لتراكم مسلسل مجموعه من الاصلاحات التي انطلقت مع بدايه التسعينات مرورا بتجربه هيئه الانصاف والمصالحه وحكومه التناوب، وتعززت كذلك مع اصلاح دستور 2011 حيث نص الفصل 28 من الدستور على ان حريه التعبير مضمونه ولا يمكن تقييدها باي شكل من اشكال الرقابه القبليه، وللجميع الحق في التعبير والنشر والتعبير بكل حريه، وان حق الصحافه هو مقيد بقانون. واخا جبتيها لاصقه، تفيقات عليهم بجوجهم، تشجيعات لهم بجوجهم.
نواصلوا مع سي انس بوكطايا. 3-2-1. للاسف مشروع قانون الصحافه هو مشروع رجعي غير 22 عام اللور، اولا لانه تيوضع واحد الشروط تعجيزيه لتاسيس وتسيير المؤسسات الاعلاميه، ثانيا لانه لا ياخذ بعين الاعتبار تطورات المجال السمعي البصري والصحفي، ثالثا لان هذا القانون في حد ذاته تيخلي الاعلام يخضع للرقابه ذاتيه او رقابه من بنوع اخر، ورابعا ان هذا القانون ما زال يحتفظ بعقوبات سلبيه للحريه وعقوبات ماليه مزيود فيها. طرح سخون الصراحه، برافو عليكم. غادي نواصلوا باش تبقاو على هذا الايقاع هذا، وغادي نشوفوا الشوط الثاني. دابا نيت بدا امين في الاول، دابا تبدا انت يا انس. جوج دقائق لكل واحد، الا كنتي مستعد انس. 3-2-1. علاش هذا القانون كيخلق مشاكل في التاسيس وتسيير المنابر الاعلاميه؟ ان الفصول ديالو كتخلي ان باش تكون مؤسسه اعلاميه لابد ان مدير النشر يكون صحفي مهني. هنا خصنا نرجعوا شنو هو التعريف ديال صحفي مهني، ونشوفوا واش هذا الصحفي المهني فعلا عنده المقومات وعنده لا كومبيتونس باش يسير مؤسسه اعلاميه. وكيفكرنا كذلك بان هذا الصحفي ممكن يكون دميه في صاحب راس مال باش يدير منبر اعلامي. القانون مازال للاسف يخلط بين فصوله، بين القانون الجنائي والقانون المؤطر للصحافه بشكل مباشر او لا، لان الا صحفي تبع في قضيه من الارهاب او التمييز العنصري او السب او القذف ممكن تلقاه في متابعه جنائيه، ممكن يدوز العقوبه سلبيه للحريات الى ما قدرش يخلص الغرامات المبالغ فيها. وهنا تنوصل للمرحله ديال انه خصو يدفع الثمن بطريقه الاكراه البدني. المسائل الاخرى ان القانون في حد ذاته كيف قلت ما كيواكبش العصر، لانه في وقت اليوم وصلنا ان القانون عفوا ان الاعلام الرقمي اساسا ولا تعطي واحد المنتوج بيرسونيفي شخصي جدا، يعني متعلق بالمكان ديال التواجد ديال القارئ، متعلق بالسن ومتعلق باهتماماته. يعني وصلنا لواحد المستوى كبير في العالم وفي المغرب، مازال غادي ممكن ان هذا المنبر يقفل او يتابع لانه ما احترمش لي دوني بيرسونيل حسب القانون. نفس هذا مشروع القانون تيخليك تشوف باللي الصحفي تيكون تحت واحد الضغط كبير اثناء كتابه المعلومه او تحليل المعلومه او طرح المعلومه. الصحفي المهني كيحترم الوقت، ما تحترمش الوقت، خليها في حالك زويونه. وغادي ندوزو مباشره للصوت الثاني ديال امين، فين ممكن يعبر على الراي ديالو الطريقه ديالو ويجاوب على انس. 3-2-1. انطلق من الافكار التي وجهها الاخ بخصوص مشروع قانون الصحافه فيما يتعلق بحق في المعلومه، ان المشروع نص على ان المؤسسات العموميه والسلطات المنتخبه ملزمه بتسهيل المعلومه للصحفي. النقطه الثانيه تحدثت عن التعريف، ان القانون جميع القوانين لا يمكن لها ان تعرف لان التعريف هو متروك للقضاء والفقه. فيما يخص الاعتراف بالصحافه الالكترونيه، ان هذا المشروع هذا القانون ارتقى بالصحافه الالكترونيه واعترف بها وسهل ممارستها، ايضا ان مشروع قانون الصحافه والنشر ألغى جميع العقوبات السالبة للحرية وجعل القضاء سلطة حصرية في جميع القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، بالإضافة إلى ذلك أن الصحفي إذا كان طرفا مشتكى به يمكن أن يقدم وسائل إثبات في جميع مراحل الدعوة، ثم مجموعة من الإيجابيات التي نص عليها من خلال أنه يمكن للصحفي يعني أن يستفيد من 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 من, من, من تسهيلات على مستوى المهنة ديال الصحافة، على مستوى التوزيع، على مستوى العديد من المستويات. أخيرا ايضا ان هذا المشروع من الايجابيات ديالو انه حاول يصحح مجموعه من الاخطاء التي كانت في القوانين السابقه لا سيما القانون ديال 2002، وان هذا المشروع هو مجرد مشروع مازال غيخضع النقاش وغيخضع لتدخلات الفرق الاغلبيه والحكومه، ويقدر يزيد يضيف العديد من المقتضيات الايجابيه. بزاف 40 ثانيه اعتقد كمل ماشي مشكل. بالموازاة مع ذلك أيضا أن صادق البرلمان على قانون آخر وهو القانون رقم 9013 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي نص على مجموعة من المستجدات من بينها استقلالية الصحفي، حيث أصبحت البطاقة الصحفية تمنح من طرف هذا المجلس، وهذا المجلس أيضا أضحى مكلفا بإصدار تقرير سنوي حول حرية التعبير وحرية الممارسة المهنية. هناك أيضا قانون آخر صادق عليه البرلمان هو القانون رقم 8913 المتعلق بالوضعية المهنية للصحفيين،
والذي نص في المادة الخامسة على أن الصحفي يستفيد من الحماية القانونية المقررة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والقوانين الجارية بها العمل. واخ بالطبع مازال مستمرة والنقاش مازال مفتوح، نلقاو دائما في نفس الموضوع ولكن نمشيو على برا المغرب ونتعرفوا على رأي شباب الجالية المغربية في فقرة على برا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم عسوان عبد الناصر. سؤالكم، هل مشروع قانون الصحافة يضمن حرية التعبير؟ سؤال وجيه ومهم في نظري، وإن لم أقول في نظر بعض الشرائح المثقفة في المغرب، فالصحافة في الدول الأوروبية والدول المتقدمة عامة فهي حرة ونزيهة وذو مصداقية ولها قوانينها الخاصة. أما مشروع قانون الصحافة في المغرب فلا زال يتخبط في مجموعة من القوانين والخطوط الحمراء لا يمكن تجاوزها بالبت المطلق. لذا قانون الصحافة في المغرب لا زال لإعادة النظر فيه، وشكرا. شكرا بزاف للشباب المغربي ديال الجاليه المقيمه على برا اللي دائما عندهم فرصه باش يتكلموا يعبروا على الاراء ديالهم في المواضيع ديال الجنتين. قربت دابا المناظرين ديالنا المشاركين ديالنا في هذا الحوار وفي هذا الموضوع باش نتعرفوا اكثر باكثر تدقيق على الموقف ديالكم. نبدا معاك انت يا انس. كاين واحد الطبقه من الصحفيين اللي ديما كيقولوا الحريه قليله والصحفيين ماشي احرار 100%. ما تظنش ان هذا الموقف هذا تستهلك بزاف ولا ديمودي شويه؟ هو تستهلك ولا ديمودي، ولكن علاش باقي تيرجع؟ هذا هو السؤال المهم. لا ليبر اكزيرسيس نقولوا بحال هكا، كيفاش يقدر يمارس المهنه ديالو كصحفي في المغرب بكل اريحيه؟ ما كايناش. لانه الضغط ما كايناش، ما كاينش ما كاينش التطور، ما كاينش الاصلاحات. لان الضغط يا اما تيكون من الاداره ديال التحرير، لان مدير النشر او رئيس التحرير حتى هو عليه ضغط كبر منه. اذا ما كانش ضغط من نوع تجاري فهو ضغط من النوع السياسي، متفقين عليه. في بعض كاين منابر اللي سدات، كاين صحفيين اللي مشاو الحبس، وكاين هادشي كيقلال ما كتشوفش انه كيقلال، ما كاينش باقي. واخا واش عندك مثلا موقف من مشروع قانون الصحافه اللي والمضامين ديالو، ولا موقف من الحزب الحاكم والمبادرات ديالو؟ لا نفرقوا من هذا، لان نفرقوا بين هذه وهذه، لان المشروع فهو يعبر عن راي حكومه كامله ماشي راي حزب، هذه وحده. اما الراي ديالي في الحزب فهذاك زعما بوحدو، زعما للاسف نقولها بحال هكا، للاسف صوتت عليهم في انتخابات تشريعيه ما غنعاودش الغلطه هذه. بالنسبه لك سيت ان فوت سانكسيون ما غاديش نعاودها. لا هذا رايك انت الشخصي، سولتي هذا الشخصي تحمل المسؤوليه ديالو، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لك امين، امين كاين بزاف ديال الايجابيات طرحتي العديد منها في المناظره ديالك، ولكن ما كتشوفش انه يقدر يكون غير واضح فيما يخص كلمات ومصطلحات كما التحريض، كما القذف، مازال كاين غموض عليهم. اعتقد انه دائما في المجال القانوني ولا في الماده القانونيه لا يمكن تعريف المفاهيم بصوره رياضيه، لان دائما المجال القانوني التعريف او التفسيرات هي تكون دائما للجهاد القضائي. حينما تطرح النازله على القضاء فهو في حيثيات الحكم دائما يفسر، وحينما ايضا يطرح نقاش اخر او قضيه يتم الرجوع الى الشهادات القضائيه. هذه في جميع الدول المقارنه، لا سيما مثلا في المغرب او فرنسا وفي جميع الدول هذه في المفاهيم. لا في القوانين جميع المفاهيم مشروحه، خاصها تكون مشروحه بتدقيق لتفادي اي لبس. مثلا اذا ذكرنا كلمه استعمال سلاح حاد، واش هذا القاضي غادي يقول لهم حبسوا الجلسه غنمشي نقلب في الملفات القدام شنو هو سلاح الحاد؟ سلاح الحاد لا، في القانون الجنائي في الماده 303 مشروح شنو هو السلاح الحق في الرد ليك. الحق في الرد ليك. انا كنتحدث على جميع المفاهيم القانونيه، لا يمكن ان نتحدث عن تعريفات، هناك فصول تعطي مقتضيات قانونيه، اما التعريف اذا اسمح لي انا صغير، واش كيبقى المفهوم ديالها نوعا ما فضفاض؟ لا المفهوم ليس فضفاض،
هنا كاين هناك اشغال تحضيريه للمشرع، حينما تكون الفرق البرلمانيه تناقش المفهوم فان يجب الرجوع الى هاد الاجتماعات والى المحاضر اللي هي منشوره وهي موجوده على العموم، كتكون في الموقع الرسمي وتتم الرجوع لهذه المحاضر باش كنعرفوا شنو الغايه والقصد من المشرع من خلال هذا المفهوم. كاين اللي قال امين السعيد ان هذا مشروع قانون هو عصاره ديال بزاف ديال التجارب من دول اجنبيه، واش ممكن نعتبره كوبي كولي؟ لا اعتقد انه كوبي كولي، لا اعتقد انه عندنا مشرع عنده حريه، ان المشروع كان بناء على مقاربه تشاركيه الان مطروح ومازال مشروع ومازال كيخضع لتعديلات اخذ ورد، وانه تم استئناس بعض التجارب المقارنه، ولكن كتبقى دائما الرجوع الى التراكمات والى الاشكالات التي طرحها القانون. الاجوبه ديالكم واضحه، دي سولوا الجمهور واش قنعوكم، الى عجبتكم الطريقه ديال امين السعيد هزوا لو بوست ديالكم ديروا لايك امين. واخا وبالنسبه لانس ديروا لايك الى عجبكم الطريقه ديالكم. تبارك الله عليكم. دابا الفرصه الاخيره للاقناع 30 ثانيه او الضربه القاضيه لما لا، هي دابا 30 ثانيه لكل واحد. بدينا مع امين، من بعد بدينا مع انس، غنختموا معك انت يا امين الى كنتي مستعد. تفضل 30 ثانيه، 3 2 1. انطلق ببعض المؤشرات المتعلقه بحريه الصحافه والنشر. خلال سنه 2015 لم تسجل اي حاله بمصادره جريده وطنيه او اغلاق اي موقع الكتروني حسب الاحصائيات التي قدمتها وزاره العدل والحريات بمناسبه مناقشه الميزانيه الفرعيه لسنه 2016، بل اكثر من ذلك ان العدد ديال القضايا الرائجه في المحاكم بلغت فقط 60 قضيه في القضايا المتعلقه بالصحافه، وان مضمون هذا البرنامج والراي الاخر يعبر على ان هناك حريه تعبير في المغرب، انك تعبر بكل حريه ولا يوجد من ينتقد. وصلت الفكره اللي ختمتي بها، نشوفوا الخاتمه ديال انس 3 2 1. حرية التعبير في المغرب نقدروا نقولوا ان حرية التعبير غتبقى مسألة نسبية، أنت كتشوف الكاس نصو خاوي، عفوا نصو عامر، أنا كنشوف أنه نصو خاوي، وكنطمح أن الكاس كله يكون عامر. في المغرب نهار الصحفي يقدر يكتب بكل حرية عن أي شخص معلومة ممكن تطبع وتزعجه بدون ما يكون معرض لمتابعة قانونية، هذاك النهار نقدروا نقولوا المغرب في حرية التعبير. المغرب ما زلنا عندنا قوانين كتسلب الحرية إما الفكرية أو الحرية التعبير بشكل صفيقه عليهم بجوجهم. برافو برافو عليكم بجوجكم، كل واحد دافع على الافكار ديالو والموقف ديالو. حنا غادي نسمعوا الراي ديال بلاك جاكوار الضيف ديالنا اللي مازال معنا، غادي نتعرفوا على التحليل الاناليز ديال كوتش ليلى نعيم من بعد شويه ديال الاشهار، غادي يخلط علينا ضيف مفاجاه في اخر الحلقه. خليكم معنا نديروا شويه ديال الاشهار فاصل ومن بعد نواصل. تبارك الله على المشاركين، استمتعنا كاملين بالمناظره ديال اليوم وما كرهتوش ان الوقت يكون اكثر وطول باش نناقشوا اكثر هذا الموضوع، وبانت لي حتى الاستاذه ليلى نعيم فرحانه اليوم. غادي نعرفوا علاش، نعرفوا علاش من بعد ما سمعوا الراي ديال الضيف ديالنا بلاك جاكوار. كيفاش جاوك المشاركين اليوم؟ هو احسن حاجه اللي نقدر نقول عليهم بجوج هي كان التنافس، كان تنافس، تيبان لك بان كل واحد جدي في داكشي اللي تيقول وباغي يقنع الاخر. انه كان امين شي شويه، كان ضبط الوقت ديالو في مره او جوج، ولكن 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 كل واحد حاول يقنع الاخر غير بالطريقه ديالته وصافي. وتنحييهم بجوج، تبارك الله عليهم بجوج. استاذه ليلى نعيم، نقاط الضعف والقوه ديالهم بجوج. الوغ ولا نقاط القوه الا كانوا نقاط القوه بزاف. الوغ نقاط القوه ديالهم سي تبارك الله عليهم متمكنين من هذا من لو تيم ديالهم اليوم. كنت كنشوف بان معايا صحفيين زعما تبارك الله عليهم زعما فاهمين شنو كيقولوا، كاين واحد المضمون اللي عالي مزيان واستفدنا بزاف فرونشمون. المحاضره ديال المناظره اليوم شخصيا انا استفدت بزاف من هادشي اللي تيقولوا. دونك انا شنو بان ليا، شنو اللي بان ليا، دونك انس كان عنده براهين سيغتينمون، وكانت عنده الطريقه ديال المرافعه، سيتادير كو كل مره شفنا ديك الطريقه ديالو باش كيترافع على قبل هذوك البراهين ديالو. الوغ امين كان عنده براهين كثيره على ديال انس، وكان كانوا عنده القوانين النصوص القانونيه جابها بزاف باش كيبرهن بها. هذه طريقه اللي هو فضلها كما كنقولوا. واللي شويه عند امين اللي كان ان بو ديرونجاني سي كو بزاف بغى يقولوا وبغى يقولوا بالزربه، اي دونك واحد الساعه كيجيني بحال ما كيصرتش ريقو، سي تا 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 وحده مرا وحده
زعما مطركا بحال واش هاد شي مطرايت وما كاين اون شي محبش الوغ كو انس عجبتني عندهم ملي كنتي كتسولوها ملي كنتي كتسولهم اسامه ودونك واحد الساعه كنا فريمون في المناظره زعما ما كناش غير لي كيستيون ريبونس كيجيو الموديراتور اللي كيلعب الدور ديالو اسامه في هذه المناظره ولكن جينا في ان فاس ا فاس كان تيهضر تيجاوبو تيهضر تيجاوبو وعجبني فريمون ان كنا في ان كاريال ديال المناظره دونك انس عنده دي بوين فور اللي هما الكاريزما وعنده حضور عنده حضور قوي عنده واحد الكاريزما وعنده الصوت ديالو دونك كيخليك انك تسمعو كيرغمك انك تسمعو الوغ كو امين واحد الطريقه كان عنده الصوت شويه خصو يتخدم مين كنت تهضر حش عنده بزاف نتاع لي زارغومون عنده النصوص عنده داكشي مجهد ولكن بغى يقول كلشي دونك ما كانش عندنا الصوت اللي كاين فوالا اذا النتيجه الوغ النتيجة أنا كما هما متفوقين كما قلت كاين كاين الكاريزم هنا وكاين بزاف ديال البراهيم النصوص من هنا أنا اليوم كنعطي لافونتاج الأمين حيت علاش حيت بان ليا إلا إيتي بلو كونفينكون بالنسبة ليا أنا حيت كان عنده النصوص كان عنده القوانين إلا إيتي بلو كونفينكون مبروك عليك اخويا فرح ولا درتي العيبه حتى هو عجبني زعما حتى هو عجبني وعطيه الجائزة ولكن بيناتهم غير شوية صراحة الوغ نص دقيقة نقطة دونك غادي دونك نص نقطة دونك تسعود الأمين وثمانية ونص الأنس برافو تسعود وثمانية ونص شي تعليق أول مرة لا هو تنظن أنا ما كناش نحاولوا نقنعوا بعضياتنا كان طابع سجالي كل واحد يجيب من دوره الشخصي أو ما بغى يبين على المسألة وقيل راه بجوج ديال جوج دقائق راه ما قداتناش زعما لا هو اللي جميل هو يقدر يكون اقتنع بشي افكار بعض الافكار من عندك والعكس صحيح متاكد ذلك هذا هو النقاش هذا هو الفائده من المناظره واللي فاز هو حريه التعبير هذا هو اللي ماشي مطلقه 100% كاين حقوق واجبات هذه مهنه المتاعب مهنه الصحافه المهم تكون شريفه ما تكونش اثاره والناس ما ياخذوها بطبيعه الحال الصحافه او الكتابه الصحفيه بكل جديه دابا نقترح عليكم ندوزوا لكل ما هو ويب وافتراضي ولي بودكاست ديالنا مع سناء وخالد شريف غادي دخلنا العالم ديالو وجاب لنا اخبار جديده في السينما في الانترنت في الموسيقى نتعرفوا الاخبار هذا الاسبوع فقره ديسكوفير شكرا خالد نبقاو في عالم الانترنت وصلني الاخبار بلاك جاكوار انه تشفرات لك لاشين يوتيوب ديالك شي جوج مرات جوج مرات وي جوج مرات تمشي لي لاشين ديال اليوتيوب ما غاديش نقول ما نقولش كيفاش وعلاش حيت انا ما سولتش كيفاش وعلاش ما بغيتيش تعرف ما بغيتش نعرف شكون او كيفاش وعلاش علاش حيت هذاك الوقت لا نضيعو انني نعرف خصني نضيعو انني نخدم عاوتاني ونتدارك ذاك الوقت اللي ضاع مني حيت لا جيتي تقلب على المشكل حتى تصلحو عاد قلب على المشكل منين جا اذا باقي الوقت باش تربح الوقت انت باش تربح الوقت حيت لي فان والناس اللي متبعينك ما عندهمش الوقت انك فين تشكي عليهم وتقول لهم راه هاك شنو 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 لا صافي يعني يقدروا يكونوا اعداء النجاح اعداء النجاح تيكونوا تيتزادوا ما حد النجاح تيزيد دونك تيعيشوا مع اي واحد غير البيسي راه يقدر يضربوا لك الفيروس فهمتيني بابسط كلام داك الشيء داز اذا راه تتقبلهم في الحياه الا ما كنتيش ناجح راه ما غاديش يكونوا ويكونوا تيعطفوا عليك فهمتي وتيديروا معاك مزيان انت هو اللي ترونكيل تما جالس حيت اصلا ما تتهددهمش وما تتهددش حتى شي واحد اذا الحمد لله على التجارب وهادو ابتلاءات انا تناخذهم كابتلاء وتنحاول ننجح فيه الحمد لله في يديك اليمين عندك واحد الخاتم هذاك الخاتم عنده قصه مع الوالده ديالك لا هذا الخاتم هذا عطاته لي الوالده في 2007 وهذا هو ما حيدتوش من ذاك الوقت تنفكر به الوالده واليوم من هذا وما تنفكرش انني نحيدو ان شاء الله باذن الله حيت الوالده في حياتي انا هي المساند الرسمي منين جاكوار باقي صغير وهي مامنه بهذا الشيء اللي تيقول قبل ما تسمع مامنه حيت يبان لها داك الشيء وتنحيه من تحيه لجميع الامهات باك جاكوار مازال كترسم؟ باقي تنرسم غير هو شي شويه تكاسلت تكسل شي شويه لا تنقول خصني الرسم ما تيمشيش الموسيقى خذت لي وقتي ولكن ماشي انني حذفت الرسم انما اعطيتها الوقت والرسم يمكن لي نرجع ليه في اي وقت يمكن لي نلقى فيه راحتي وفي اوقات الفراغ
متعدد المواهب تبارك الله على البوم الرسم الكتابه كومبوزي. الكتابه الشعر كذلك تبارك الله عليك. هذا واحد جائزه ديال الشعر فاش كان في الحي الجامعي دورتي معاه باش يقول لا 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 تيقول غير ترجع ذكريات. كنشكروا بزاف امين سعيد وانس بوكطايا اللي زرتونا، اللي ترجعوا من دابا شويه على قبل سيلفي ورشيد كاريه، ومن دابا شويه اللي خلط علينا واحد الضيف اللي غادي نتعرفوا عليه يكون هو نجيب المختاري. ولكن قبل هذا الشيء كامل نخليكم تكتشفوا شنو وجد لنا زكريا 36 فقره ريميكس. شكرا تبارك الله على زكريا 36 خلط علينا ضيف تين ضيف الدقائق الاخيره. نجيب المختاري مرحبا بك. مرحبا. نجيب المختاري انت مهندس اي تي كونسلتون، سافرتي لاكثر من 40 دوله، بودكاستر موسيقي معروف بتبسيط المفاهيم العلميه، احسن شخصيه ويب 2016 مسابقه ماروك ويب اوارس في النسخه ديالها التاسعه. الوغ انت مشهور في يوتيوب نجيب بواحد لي فيديو اللي كدير، وكنحيوك على هذه المعرفه والمسار ديالك. غير هو قريت واحد المعلومه وانا نقول صافي ما يمكنش اوقفوا الكره الارضيه. نتايا على 8 سنين ديفلوبيتي لوجيسيال، وعلى 11 عام ديفلوبيتي اونتي فيروس. دولينا على ان فيت خويا الكبير عندي جوج ديال خوتي الكبار دي انجينيور حتى هما، ودونك ديما كنت معاهم لاصق معاهم شنو كان كيديروا كيلعبوا في شي بيسي ولا هذا، ديما لاصق فيهم تابعهم كنسولهم علاش هادي كيفاش كدير هادي. سكيفي تعلمت البرمجه في هاد الكلاس ديال 8 سنين. مي جوست اون رومارك، يمكن شي حاجه في شكل في هذاك الزمان، ما اليوم اي واحد يمكن له يتعلم البرمجه بكل سهوله في تو لي زاج. يعني كاين مثلا واحد السيت سميتو كود بوان اورغ، الدراري ديال justement في سنغافوره مثلا ولا في دي بيي، راه لونفون ديال 5 سنين 6 سنين راه كيدخل دي سيت كوم سا كيتعلم البرمجه. راه 5 سنين مباشره. انت في هاد السن شنو كنتي كدير بلاك جاكوا؟ في هاد السن هذا كنت تنلعب شي شويه في الزنقه، كنت نحاول نرابي حتى انا ونسنط الموسيقى. والله باش ما كنتش راسنا لوجيسيال على 8 سنين وانتي فيروس على 11 عام. في الفيديوهات ديالك كتهضر على واحد المواضيع جميله بزاف وبالدارجه العاديه، الدارجه ديال كاع الشباب. في الفيديو ديالك كتهضر مثلا على الكون انه مكتوب بلغه الرياضيات، كتهضر علاش الدول الاسلاميه ما كيصوموش في نهار واحد، كتهضر على علاش القمر اللي هو صخره كبيره ما كيطيحش للارض لانه مثلا كيمشي بواحد السرعه ديال كيلومتر في الثانيه. نسولك مثلا باش نستافدوا حنايا معاك والناس اللي كيتفرجوا فينا حتى هما يستافدوا، الالوان ديال قوس وقزح مثلا علاش كيخرجوا دائما في نفس الترتيب؟ يعني علاش علاش مره ما كيخرجش هكا مره على الترتيب كيبقى ديما هو دائما من الطمين. اون فيت الاكتشاف اللي اون فيت ليستوار ديال هاد باش وصلنا للجواب على هذا السؤال اللي كتسول، من في القديم كان في الاغريق القدماء كان كيسحب لهم ان الالوان هي واحد الحاجه عندها واحد لا ناتور ديالها بوحديتها، يعني اللون الاحمر الضوء الاحمر بوحدو، اللون الاخضر الضوء الاخضر بوحدو، الضوء الابيض بوحدو. مي غادي يجي نيوتن في القرن 17 في الاواخر ديال القرن 17 غيبين ان الضوء الابيض اون فيت هو خليط ديال الالوان. يعني الا شديتي كاع الالوان اللي كتعرف وجمعتيهم طلقتيهم كاملين افون، هاد الضوء مثلا هاد البوله اللي كتضوي هنا، الا جمعتي كاع الالوان غتلقى ان كيعطيو اللون الابيض ملي كيتخلطوا. دابا سكي سباس في قوس قزح هو ان هاد الضوء ملي كيدوز من الوسط للوسط، مثلا يعني داز من الهواء وقلبها للماء، كيطراو الحاجه كتسميتها الانكسار. انكسار الضوء كنقراوه كاملين في المدرسه، هو جوستومون واش كدير اون باي مثلا في واحد الكاس ديال الماء كيبان لك مهرسه، كتبان واحد ياك لا باي كتكون غاده هكا ومن بعد كتهرس وكدوز في وسط الماء كتكسر، هذه كتسمى انكسار ديال الضوء. دابا ديك الانكسار ديال الضوء ديك الالوان اللي هما مخلطين في الضوء البيض كيطرا لهم واحد الحاجه اخرى اللي هي التشتت، كيتشتتوا. اوكي دونك كينتشروا كينتشروا لا هو انتشار ديال الضوء هو السبب ديال غير الضوء كينتشر عادي. زعما كيتوزعوا ديك الالوان ديك لي كومبوزون ديك المكونات ديال الضوء الالوان المختلفه كيتشتتوا. الا بغيتي مثلا نفسر لك علاش كيتشتتوا، حيت كل لون عنده واحد السرعه ديالو مختلفه. مثلا اللون الاحمر عنده واحد السرعه بشكل في الوسط اللي ماشي الفراغ، مثلا في الهواء السرعه ديال الاحمر حاجه والسرعه ديال الزرق حاجه. دونك شنو كيطرا باش ديك الضوء كيدوز من الوسط لوسط، مثلا داز من الهواء للماء، بحال ايماجين واحد لوطوروت فيها واحد 7 ديال لي فوا ياك، وكدير واحد الفيراج. ملي كدير ديك الفيراج ديك الطوموبيل اللي شاده واحد الجهه الا كانت لافيتاس ديالها قويه تقدر تشد اكثر، الفيراج كتضربو اكثر. سكيفي باش اللون الاحمر اللي هو السرعه ديالو قليله
كيشد واحد الجهه كيتعطل اللون الاحمر كيتعطل فوالا والاخر كي دونك كيفاش كيعطيك ديك لا ديسبيرسيون ديال الضوء البيض كيتقسم الماء كاين كذلك مؤخرا ديك القضيه ديال الموجات الجاذبيه اللي ثار الجدل واللي درتي عليها فيديو رائعه هي الكون الا كانت مثلا في شي تشوه ولا ظاهره غير طبيعيه الجاذبيه كتغير اي فسر علينا شويه الموجات الجاذبيه اون فيت شنو طرا سي كو الجاذبيه كانت عند نيوتن كانت كتعتبر واحد القوه يعني اي حاجه اللي عندها واحد الجسم واحد الكتله كتجبد بعضياتها انا مثلا وجاكوار كانت عندي واحد شويه ديال الجاذبيه ولكن الكتله ديالنا ماشي كبيره بزاف باش اننا ندخلوا بعضياتنا ياك لي غروند ستركتور الاجسام الكبيره الكواكب والنجوم كيجبدوا بعضياتهم دابا اينشتاين غادي يبين ان هذيك الجاذبيه اللي كاينه بين هذه الكواكب الكبيره هو واحد العويجات في النسيج ديال الزمكان يعني كاع هاد لي بارتيكول الاجسام اللي موجودين هم موجودين في واحد حاجه سميتها لاسباس طون واحد الزمكان اللي هو مكون من الفضاء ومن الزمان وباش كتكون شي كتله كبيره موجوده في الفضاء كتعوج ديك النسيج ديال هاد الزمكان اللي هو النسيج ديال الكون كامل دابا هذا الشيء اللي كانوا اكتشفوا في هذه شهرين هو ان ديك النسيج بنفسه كيقدروا يطراو فيه شي اهتزازات اللي النسيج بنفسه ماشي مثلا عند الطبله هذه كتزعزع كلو هو يتعوج مثلا الزمكان بنفسه يعني النسيج ديال الكون كامل كيتزعزع وديك الاهتزازات كيطراو باش كتكون شي حاجه قويه عنيفه في الكون مثلا جوج ديال النجوم كيفيزيوني جوج ديال الثقوب السوداء كيبقاو يدوروا كيفاش انك تفكر في هادشي كامل مثلا من الاخوان ديالك من الدراسه ديالك اون فيت من الصغر كان الوالد كيدينا لواحد لا فيرم واحد الغرسه فخارجه شويه على المدينه ديال طنجه وفي هذيك الزمان ديك الدشار اللي كان كيدينا ليلو ما كانش فيها الضوء ما كانش فيها السلوكه ديال الضوء ياك دونك ملي كيطيح الظلام فريمون راه كنت كنبقى نفيق حتى في الفجر كنفيق في الصباح باش نشوف لي كونستيلاسيون ديال الفجر حيت مختلفين على ديال العشاء ديال العشاء تبارك الله عليك الطريقه اللي عندك بحال تعاود واحد القصه كيخلي كلشي تيتبع بغيت نسولك وكنعرفوا بان كاين مجموعه من الطلبه اللي كيوجدوا الامتحانات ديالهم وبالاخص المواد العلميه كاين بعض المواد اللي كتكون صعيبه بحال الفيزياء شنو هي اليوم تقدر تعطينا واحد الوصفه سحريه كيفاش يقدروا يفهموا واحد الدرس اللي صعيب جوستومون انت قلت الكلمه السحريه هي يفهموا باسكو حنا في النظام ديالنا مالوغوزمون كاين بزاف ديال التركيز على الحفاظه يعني يكون عندك واحد الامتحان كتمشي تشد ديك امتحانات القدام وكتبقى تحفظ 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 اوغ بيتيتر لي زيتيديون لي بلو بريون تو با توجور هاد القديمه انهم هما هذوك اللي عندهم واحد الحس ديال الكيوريوزيتي واحد الفضول كي باش تعرف هذيك الحاجه فريمون كيفاش كتستغل من انت عطيتنا فضول اننا ندخلوا لاباج ديالك ولا شين عطيتنا الفضول اننا نتعرفوا ونشوفوا لي فيديو كاملين ديالك ونبقاو دائما في الموضوع وفي العالم ديال الابحاث العلميه غادي نتكلم لكم في فقره الويبوميتر على جوائز المغرب العلمي هذه اول مسابقه في المغرب من هذا النوع على الصعيد الوطني اللي كتحتفي بابرز الانتاجات في الميدان العلمي وشارك فيها شباب من مختلف المستويات الدراسيه كانت هذا العام اول دوره هذه المسابقه تم الاعلان على الفائزين نهار 3/5 ابريل وكان بث مباشر على اليوتيوب لهذا الحدث الوطني تم التصويت على المشاركين بالطبع عبر الانترنت وكانوا ثلاثه ديال الاصناف الصنف الاول اطروحتي في ثلاثه ديال الدقائق هي خاصه بالطلبه الباحثين في سلك الدكتوراه الصنف الثاني افضل بحث علمي خاص بالباحثين الشباب في ميدان البحث العلمي والتقني وجائزه اليافعين خاصه بتلاميذ الثانوي وتاهلوا طلبه من مختلف ثانويات ديال المغرب واللي اثر الانتباه ديالي في هذا الصنف ديال جائزه اليافعين كلشي اللي كانوا متاهلين كانوا بنات يافعات واذا هذه المسابقه كينظمها جمعيه المغرب العلمي والسفارات الولايات المتحده الامريكيه بالمغرب ولا بغيتوا تعرفوا على الفائزين وتعرفوا المواضيع اللي اختاروا باش يشاركوا بهم كاينه صفحه على الفيسبوك اللي كيتبعها اكثر من 116 الف ابوني سميتها المجتمع العلمي المغربي مبادرة جميلة كنحيو كاع الشباب اللي كيهتموا بالعلوم والابتكارات والاختراعات انت بالنسبة لك نجيب المختاري شنو هو الحلم ديالك؟ كنحيي على فكرة الصفحة ديال المجتمع العلمي لأصدقاء ديالي ولا دخلتوا الصفحة تلقاو السيلفي مع هاد الحدث اللي هضرت عليه مع الفائزات ديال الصنف ديال اليافعين فائزين تماما ودرت جوستومون في الصفحة ديال الفيسبوك درت هاد الملاحظة ديال أن البنات كتلاحظ في الليسي الكوليج كيكون عندهم واحد الابداع واحد العطاء ومن بعد كترى شي حاجه ميستيريوز غامضه اللي ما كنعرفوش شنو كيطرى في لي كارير الحلم ديالي ان
ان الانسان يعاود يلقى ديك الفضول اللي عنده اللي كيكون فاين باش كنكونوا صغار ديما كنكونوا كنسولوا كنسالوا علاش هادي علاش هادي، ونوعا ما كنفقدوا بزاف منا كيفقدوا هذيك الفضول اللي كيكون عندنا باش كنكونوا صغار، وكنحاول من خلال القناه ديالي يعني نعاود نثير ديك الفضول والتساؤل ديالنا ان شاء الله بفضلك يعاودوا تحبب الناس في العلوم ويبحثوا في جميع المفاهيم. بغيت نسولك واحد السؤال اللي واقيلا ديجا جاك، واش مثلا التفسير الديني ما كيتداخلش وما كيتناقضش مع التفسير العلمي احيانا؟ يقدر جوستومون. اول فيديو اللي كنت درت في الصفحه في القناه اليوتيوب ديالي سيتي كان كيهضر على هذه البروبليماتيك هذه، لان كان واحد الشيخ في الخليج قال ان مثلا الارض ثابته لا تدور. علاش؟ لان الا طلعت واحد الطياره مثلا من مطار الشارقه ولو كانت الارض كتدور كانت الصين اللي غادي تجي لعندك مثلا بلا ما تحتاج الطياره تمشي غير توقف في السماء بلا فيزا تمشى. دونك في هذيك لا فيديو اللي دار اون فيت ديال الشيخ كان فيها دقيقه ديال ان ريزونمون لي سيونتيفيك، يعني هو قال اوكي هذا التفكير هذا ديال ان لو كانت الارض كتدور الشمس هذا هو تفكير علمي نوعا ما كيرجع للاغريق القدماء، ولكن 8 ديال الدقائق الاخرى في الفيديو ديالو كان هذه القضيه ديال اللي قلتي ديال الخلط ديال الدين ديال النصوص الدينيه مع تفسير الطبيعه اللي هو كيطرح واحد الاشكال. انا الراي ديالي هو ان باش لصبر اغوار الطبيعه كاين واحد الحاجه سميتها المنهج العلمي لا ميثود سيونتيفيك، اللي على فكره كانوا العلماء ديال العصر الذهبي للحضاره العربيه الاسلاميه هما من الاول اللي طوروا هذا المنهج، يعني هذه القضيه ما كيعرفوهاش كثير ديال الناس. ابن الهيثم جابر بن محيان واخرون كانوا من اول الناس في التاريخ ديال العلوم اللي قالوا هذه هي الطريقه باش اننا نديروا تجربه علميه بالقواعد ديالها قبل ديكارت قبل بقرون قبل من ديكارت. ودونك هذا المنهج هذا اللي عندنا في الغيتاج ديالنا الا استعملته هو كيؤدي حتميا لفصل المعتقد اللي هو حاجه شخصيه من يعني خاص يكون فصل من لا ميثود ديالك العلميه، لان العلوم هي واحد الحاجه ما كتعلقش بالمعتقد. هذه الطبله هذه هي نفسها كيلكو سوا موجوده سواء جا شخص مسيحي بودي هندوسي ما كنسخاوش بك والكلام ديالك ساحر. غير دابا جا الوقت ما بقاش بزاف في ليميسيون نتفرجوا في سوينغا وبن علي في شكون دار البوز. شكرا بزاف لسوينغا وبن علي، نتلاقاو مع شكون دار البوز في الحلقه الجايه الاسبوع الجاي. شكرا بزاف نجيب المختاري اللي جيتي طليتي علينا، نجيب المختاري في فيسبوك في تويتر وبطبيعه الحال في يوتيوب نجيب المختاري. شكرا لك بزاف بلاك جاكوار. كلمه اخيره شنو اللي غادي نقول للناس هو ان الالبوم يلا خرج راه كاين ديجا في يوتيوب، غادي يكون في الاسواق ان شاء الله باذن الله في المغرب، وقريب ان شاء الله باذن الله حصريا انا واحد تراك على الوالده ان شاء الله قريب يخرج مع ايد الام ان شاء الله باذن الله. تحيه للوالده وتحيه للامهات المغاربه. تبارك الله عليك بلاك جاكوار. شكرا بزاف. شكرا لكل سليله نعيم. شكرا لك سناء. شكرا لك اسامه. شكرا للمشاهدين على التتبع ديالهم، وشكرا للضيوف اللي نورونا واستفدنا معك نجيب بزاف ونورتينا اليوم وعطيتنا الطاقه الايجابيه ديالك. شكرا ميسي. شكرا للجمهور اللي حضر معنا. شكرا للطاقم التقني والفني كان في الاخراج دريس تبع. تهلاو بزاف بزاف فراسكم بيناتنا هاشتاغ جنتين وبيناتنا جنتين. تفاعلوا معنا وانتقدونا كاع ما كاين حتى شي مشكل ان شاء الله نستافدوا من داكشي اللي كتقولوا لينا. ونختموا بصوره تذكاريه سيلفي نعيطوا للنورث ولي ديباتور، نعيطوا لانس بيناتنا جنتين انس وامين. كلشي يبان كلشي يبان.